المولانا التديوم اللي منشور. منشور شنو هي؟ شوف المجموعات اللي واتساب انت فيه، فيسبوك انت عليه، انستغرام عليه، وتيك توك عليه، وسناب عليه، ما خالك شيء ما انك عليه اليوم بخير العافيه. اقرا اخباري منه يا اخوي. حاز عليك واحد ونشرك ونشرك. واحد مجنون مقرون. خليني نقول لك اللي منشور لك موش عادي، منشور لك شيء من الصور الخاصه بك انت، اللي نعوذ بالله نعوذ بالله رايناكم فحت لا قوه الا بالله. ولا خالك حد ناس كامله اليوم انا ركبت شو اللي قال لك فطني حقيقه، مشيت وعد كلينيك راكب عند فيك وعد كلينيك، قفلوا علي هنا كل من عاد الاخر تليفون توق يا والي حيب الله الخير والعافيه. وهارك من معدلو ما انا اعرف وش من الخلق شغلتهم الدادي الا اين ما له حرام شرعا يا اخوي، تتبع عورات الناس ما يتواسى، وتجسس حرموم الان يا اخوي. بحدوح ايه خويا اليوم ثقلت علي روايه ما هي معقوله. شنو هي يا قد الخير؟ الا تميت مكونكتيرني ذوالي واجعه انوها مصربين هشمن الصور، وكل حد ناشرهم وكل حد شاد اخبارهم، ولا ما نعرف الوقع لي شنو. الباب داخلين ضيقه من ذي لو تلفونات داخلين منهم ضيقه. اللي ما تخلق روايه ماذا هم مصنبينها، ما يفسخ حد لباسه بنقر دار ماذا هو واحد، ولا تناط حوتين ماذا هو واحد ماشيهم، ولا يدايقوا اثنين في مبديه ماذا هم واحد مصنبينهم، ولا يخرق مناسب ماذا هم مصنب. الناس مالهم؟ هذا ما هو صالح، هذا اعراض المسلمين، ولا يتم حد لا متبارك معاهم يهيش فيهم هكوك ما يتواسى. انا بعد الله فكرني رجعت مسلم مليانة وبأخواته وبخالاته وبأصحاباته وبأخوته، يقبل مسلم مليانة ينشرها ويقبلها واحد آخر ينشرها ويقبل، هذا ما يتواسى. رجعت جاته كيف ما تخاف أنت عرضك، خاف على عرض المسلمين؟ هذا ما يتواسى يا أخوي، هذا ما يتواسى. ما ترى لأن ما ترى خالك، شوف تعود قاعد في جماعة ضح شو ضحك لك ما ترى خالك. ضحك هو المكثر اللي مجاب الضرب في الناس، أنا ما جبنتي لا من قلت الضحك، كان الواحد ينين يعني تعدى الأرواح يقوم يضحك هذا، أنت ضرك منين تصير خايف؟ والله تلاقي تعد تلعبي مع أخوتك والله هذا هو واحد راقب تليفون وشو لا يوصل. عاد الناس من كم شيء عاد الأمراض ياسري. لا من قلت الضحك. هذا مولي عاد ستروح، هذا مولي عاد ستروح حق زين ما يتواسى. الخلق مو مسؤول كذا، هذا مو اللي هي التواصل الاجتماعي الفيسبوك السناب التيك توك كل شيء، اللي عاد مو محترم، حد مو اللي يحس راه عنده خط وعنده اخو عنده كل شيء غير قاعده. لا الدوله دوله يا متعدل بها القوانين راجعه ضد النوم. ها شوف حد الشرع ان حد يشكي من لك، شوف حين نقول لك هو دارك اجي حد قاعد روايه يشكي منه حد يقول عنه ايش بي يا غير. شو قال لك انا عن انا روايه قريبه شلون راك تجي مجموعه فيها عليات على التليفون تقبل امراه امراه تقبل امراه اخرى وتنشرها، واللي له يعلق كامل وله يقبل ذيك الصوره ذيك كامل عليك انت. انت يا جاتك هاي الصوره ستر مولاتها ومحيها عنك ما انك نشرتيها وتتكلمي عنها، ولا خالط طاحت من الفيديو ترقص طاحت من حفته طلق فيها انت طلق فيها، ولا قابلت مراه ضعيفه نهار من مراه ضعيفه قلت لك عنها قابلت شي من طعام فاضل تتجمع، هذا ايش فيه منشور؟ هذا ايش فيه منعت للناس؟ انتوا هذه المراه ما تعرفوا معاناتها تعرفين حوج عليها تقبل هذا؟ هذا ما يتواسى، هذا صار فيكم انتم الرجال وفينا نحن العليات، واذا في المجتمع كامل فاسد. يا صاحبي شو ما شاف ما حسبش تحكم اصحاب الاشعاعات، والله يا صاحبي الاشعاعات ترى غير كنت تكلم معاها كامل هيك نفسها كنت تكلم معاها الصور كنت تمشي نفر، والله والله اشعاعات نورمال مشاو قلت لك على المغرب مشاو قبلهم الناس في مجموعات ونورا ولا يتهمون كلمة كلمتين شعبر مات شعبر اشعل، والله الاشعاعات يا صاحبي صور واضحين اخبارك انه عالم وانديس يا صاحبي صور طلعوا لك، والله والله تشعلت فلاته لا رانا فرقت والله فرقت فرقت شعلت نوم الناس ملي تعرف تعرف قبل قلت لك قاموا شاطوا في المجموعات ايه قطعت عينك يا صاحبي خليته قالت لك شبالك لا تصوتيته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخوتي يا رشون لا حول ولا قوة إلا بالله، الله لا يطاطيه مسلت مولانا ورجيته. الموال اللي شعلوا شعلوا اللي تقول شعلنا اللي تقول
الراجل اللي جبرنا قبي. السلام عليكم. طحت عليهم حريقه. السلام عليكم. السلام عليكم. طحت عليهم حريقه. والله ما طحت عليهم حريقه. انا ماني سويقله وكلامكم لساعة واقفه هنا تسامح. ما اشتكيتوا على حد. واحلين فيه اللي تتبع عورات الناس. واحلين فيه اللي انشر فلان ونشر فلان مع طيبي صاير روحي. معنا عنكم تو انهم اللي ناشرينه ومن مثلهم اللي ويكم. وجودكم العشرة ما اشتكيتوا على حد. قاعدين انا تتموجعوا معايا وانا يعلمون انا الحل انا فيه. قعدت لكم هنا تعني صديق وشين عندي الواقع. قعدتوا مدي بكيتوا معايا صحك حقع وشين عندكم واجع والخلق. وي هم انتم هذا بعد تعدلوا حرام ولي وعد اللي شينت الدنيا وعذاب الاخره. ما اشتكيتوا على رقاش متبعين عورات مسالم مولانا. حتى انتم بعوراتكم يعني انتم متباركين مع عورات المسلم. اذا عقب مولانا يكشف عوراتكم ويعقب مولانا ينعت في الناس ومدي فيكم انتم باش يكشفوا فيهم عوراتكم. ما اشتكيتوا على حد واحدين فيه. قاعد حسك هون تقول له جعفر دورك كذاش وحيب الله دورك كذاش. انا ذا كامل سمعته وهذه ما يشغل. عالم مولان اللي اصل اسوأ.